هلو ليديز اند جنتلمان، حبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. حبايبي مثل ما انتم شايفين نزل سكين جديد يا قطير، سكين البطولة العالمية حارس الحزمة أنس قادر ورد. حبايبي شيء كتير مهم هذا المقطع، اهم شيء لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام حبايبي. وشيء تاني شباب، راح يكون في كودين داخل مقطع شباب، خلوكم شوفوا المقطع، ممكن ينزل بالوسط، ممكن ينزل بالاخر شيء. حبايبي الكرام ركزوا بالمقطع يا اساطير، وخلينا نحاول نحصل على السكين شباب، ونجربه شباب بالتدريب شباب، لانه هذا لك السكين نزلت لكم فيديو عليه، بس رح نرجع ننزل لكم عليه، ننزل لكم فيديو عليه ثاني شباب. اوكي خليكم راقبين الفيديو شباب، رح ننزل لكم اثنين من الشوبت جيم كودا. اوكي يلا يا اساطير خلينا نشوف شباب، نشوف حظنا. طبعا حظنا بيض شباب مثل كل مره، يعني بيض البيض. اوكي هناخد هدول على اليمين حبايبي، التمانو. اوكي مع شباب السكين هذا الشيء اللي يعجبني بهذا السكين هو التشاكيت، التشاكيت صراحة يعني يكون معكم كل صراحة شباب، يعني كنت متحمس كثير هذا السكين شباب على التشاكيت. اوكي خلينا ندخل نشوفه من القرب. اوكي عندنا هون الطاقية حبايبي، الطاقية يعني حلو، يعني بالعادة ما بنشوف هيك طاقية، بالعادة الطاقية بتكون هيك، بس هدول يعني عملوا شيء جديد، عملوه هيك على اليمين. عندنا النظارات حلوات، عند فيه شيء مميز شاب اللي هو هذا حلو، عندنا الوش هذا العيب ما العيبه. اوكي شباب بالنسبه للبنطال اتس اوكي، الحذاء شوي كبير شباب. اوكي ندخل على شباب على التدريب، ليتس جو جربوا بالتدريب شباب، شو شيء يعني لازم شباب كل سكيم نجيبه لازم نجيب، يعني لازم نجربه بالتدريب ضروري. حبيبي والله يا ساتير. اوكي برو حبايبنا الكرام، لا تنسوا تشاهدوا الفيديو نزلت لكم اياه من شوي شباب، فيديو استعراض حساب لوز اللوز معلم، عن جد شباب اقوى حساب يعني اندر، لا يعني اندر الاشياء الاسطوريه. اوكي شباب حبيبي هذا هو السكين يا ساتير، وقبل بلش شباب بالجلد حبايبي الكرام، وهذا الكود الشوب تو جيم شباب مبروك اللي راح ياخذه يا اساطير. بتمنى من كروس شباب اللي راح ياخذه يعمل لي تاج على الانستغرام شباب، هذا هو الانستغرام يا اساطير، عليك شوب تو جيم شباب راح ياخذه يعمل لي تاج سكرين، والف مبروك راح ياخذه يا اساطير، هذا هو الكود شوب تو جيم. اوكي حبايبي الف مبروك راح ياخذه، يلا ايه تمام خلينا نشوف الجلد شباب، ليتس جو ليتس جو. طبعا شباب بنفس الوقت شباب عرضت لكم فوق كود، ما اذا لاحظتوا هذا كود شباب للكود ثاني حبايبي، كود ثاني مش شرط جيم، كود لعبه عادي عرضت لكم اياه عشان شباب سجلوه عندكم. هذا الكود حبايبي كرام كمان كود اسطوري حبايبي للحقيبه، حقيبه اوكي حبايبي حقيبه الارض شباب، حقيبه كثير حلوه كثير اسطوريه، ألف مبروك راح ياخذ كمان الكود هذا يا اساطير، هذا الكود بتبدلوه بتعملوا له استبدال باللعبه. اوكي شباب يلا شباب شوفوا الجلد، شوفوا الجلد شوي اتمانو، هات نشوف السكين حبيبي ويلي على الورق ابرا اتمانو اتمانو شباب. طيب شباب راح نعمل تعديل شباب، تعديل هذا السكين ضروري ضروري شباب، السكين يعني كاس العالم شباب، هذا السكين راح يكون من اندر السكينات شباب، بتعرفوا ليش؟ لانه هيك السكينات شباب ما بترجع تنزل مره ثانيه حبيبي، والله ما بترجع تنزل مره ثانيه حبيبي، هيك من نوع من السكينات يعني احداث مخصصه، يعني ما بعرف اذا لاحظتوا شباب ولا سكين نزل مثل هيك احداث كاس العالم مع عالم هيك شباب. تعالوا تعال 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 يا جميل تعال. طبعا شباب اليوم من شوي يعني ما لعبت بشوي، كنت على البث المباشر كنا عم نلعب بطولة شباب، بطولة الكلان، بدعيكم حبيبي والله اسطورة والله. خلينا شباب نطلع نظبط له شيء، نظبط السكين شباب مثل ما بدي، اعطوني رايكم حبايبي. ليتس جو. اوكي. نشوف شباب. طبعا الشباب الحلوين هذا نشوف هون نحط له، طبعا شباب راح نحط له اكيد كثير منكم بيطلبوا مني نحط بنطال الجاز، خلينا نحط بنطال الجاز، وين بنطال الجاز؟ البنطال الجاز، البنطال الجاز يا اساطير، البنطال الجاز شباب ضروري انه نجرب اي سكين على البنطال الجاز، يعني ما بنطال الجاز او والله هذا السكين كمان طالع عليه حلو، اعطونا رايكم حبايبي بالتعليقات، شيء مرتب،
والله حتى هذا كمان ما شبه شيء. هذا شو بطال الجاز؟ بطال الجاز والله شباب. يعني الصراحة لا بطال الجاز لابق أكثر من السكين اللي قال محطوط شباب. بنطال هذاك اللي كان محطوط. أوكي خلينا نغير الحذاء كمان شباب. لازم تعديل شباب، لازم تعديل كل السكينات، لازم تعديل عليهم حبيبي. ونحط شباب مثل 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 مرة مثل كل مرة بتطلب مني شباب حذاء الفاير باس تاني. أوكي بالنسبة للحق بالنسبة للرأس والله ما أعرف شباب. أعطوني عليكم هين حط له نجرب شيء حبيبي والله حبيبي والله. أيوة شباب حبيت أذكركم بشيء، طولوا بالكم بشيء كتير حلو حبيبي. بالنسبة خلينا نحط الرأس الساكورا شباب. بالنسبة للحقيبة يا أساطير، الحقيبة شباب اللي الكود الحقيبة هو هذا. أوكي تمنى نفرجيكم إياها يا أساطير، فرجيكم الحقيبة 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 وينها الحقيبة شباب الموجود فيها بالكود. الحقيبة وين الحقيبة شباب؟ ما عاد أشوفها. هاي الحقيبة شباب، هذا هو الكود الحقيبة. هاي شباب برجع بكرر لكم حبايبي، هذا هو الكود الحقيبة يا أساطير. ألف مبروك راح ياخذوا. هاي شباب مثل ما أنتم شايفين اتمانو اتمانو. خلينا نستعرض لكم إياها شباب. يلا تعال تزبي، خلينا نستعرض لكم، نستعرض لكم إياها شباب بالبلاد. تعال لوز اللوز ماله. هابي داي مستر وان شباب. بالنسبة للشرح شباب راح أشرح لكم كمان كيف تحصلوا عليها يا حبايبي. راح نستعرض لكم الحقيبة شباب. كثير منكم شباب طلب مني من شوية على اللايف عليكم، عملنا فيديو وحطينا شرح كيف نزيد نحط الكودات. هاي ليفل 1 شباب، والله حقيبة مرتبة الصراحة يعني. ليفل 2 طبعا الحقيبة شباب، أدعي كل أسطورة شاب إنه ياخذوا يلحق ياخذها شباب، لأنه كتير حلوة شباب، حلوة كتير وراح تصير شباب مع الوقت نادرة. اسمعوا مني. أوكي شباب بالنسبة لنشحن الهوريان الآن، نوصل كيف نشحن مو نشحن نفعل الكود شباب. ركزوا معي شباب. أوكي حبيبي لما تخونوا على التقويم هون على اليمين، أوكي شباب هون عشان نضيف هذا الكود موجود، ترجعوا لهون على الأخبار تحت الشي شباب، تحت الشي آخر شي مكتوب عندكم هون، هون مكتوب استبدال الكود. أوكي شباب بتعملون انتقال إلى، اوكي شباب هون عندكم شباب موقع استبدال المكافاه. طبعا شباب اذا انتم عندكم الحساب فيسبوك تمام، حسابكم فيسبوك تدخل عن طريق فيسبوك، معك تدخل على فيسبوك وبتدخل على حسابك عادي كانك عم تدخل فتح يعني منزل لعبه بتدخل عادي نورمال. اذا كان عندك ما اعرف هذا شو هذا الازرق، اذا عندك حساب جيميل بتدخل عن طريق الجيميل، اذا حسابك جيميل بتدخل عن طريق الجيميل، هواوي بتدخل عن طريق الهواوي والابل والتويتر شباب. اوكي يا اساطير. اوكي حبايبي خلينا نطلع من هون. كيف نطلع؟ يلا بدنا نطلع من هون، طول بالك. اوكي حبايبي هيك كان بكون هيك وصلنا لنهايه المقطع يا اساطير، وهذا هو الكود الثالث يا حبايبي. اوكي الف مبروك راح ياخذوا كمان كود الشوبتو جيم الثاني شباب. الف مبروك راح ياخذوا الكودات هذول الشباب، راح اعرض لكم الكودين اللي ما شافهم الاول يلحق الان. هالكودات الموجوده حبايبي الف مبروك راح ياخذهم، وكود الحقيبه موجود فوق حبايبي. سو ليديز اند جنتلمان هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير، ان شاء الله انبسطتوا معنا. لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات وتفعلوا زر الجرس يا اساطير، ونشوفكم مقاطع جديده شباب. ولا تنسوا تشاهدوا المقاطع اللي حطيت لكم اياها هون على اليمين. اوكي هون ولا هون. اوكي نشوفكم مقاطع جديده. تشاو تشاو.